السلام عليكم الشباب، مرحبا بنا من جديد في هذا اللايف. هذا ان شاء الله هذا اللايف غيكون سبيسيال. علاش سبيسيال؟ لانه واحد الموضوع ولا واحد الدومين اللي بزاف ديال الناس ماشي انتريسي بيه، غير ما كيعطيوش وقت، لان اصلا هو هذا الدومين هذا الا كنتي كتعرف البيزيك ديالو، راه انت كدير الاي كوميرس ولا انت كدير ديجيتال ماركتينغ غادي ينفعك. يعني غادي ينفعك فاش برمجه ديال المواقع، يعني ماشي انت غتبقى تفرج، ماشي انت غتبقى تخدم غير بلاي ستور ديال لي بلاتفورم. ولا وقع شي مشكل، كاينين بزاف ديال لي كود سورس، ماشي انا نعطيو غير البلاتفورم ديال يوكان. الا كنتي كتعرف الكود سورس هكا، راه تقدر ديفلوبيها كامله، يعني كامله تكوديها وتقدر تبدلها كامله على كيف ما هي. دونك هذا هو الاختلاف. دونك هنا اليوم ان شاء الله في هذا اللايف هذا غادي نتعرفوا على البيزيك ديال البروغراماسيون، وغادي نعرفوا بزاف ديال لي زانفورماسيون مع الضيف ديالنا. دونك الدراري التشجيعات ديالكم كيف ما ديما، راه موضوع غادي يكون سخون ديال بصح، لاننا غادي نهضروا على موضوع اللي دابا حاليا. يعني اذا سولتوا على لي ديفلوبر شحال كيخدموا مع الشركات دي سالاري ابار لي بريم، راه نقدروا نقولوا 12000 درهم. انت راك ضامنها، يعني خدام عادي. الا كنتي مثلا كتخدم، يعني نقولوا فريلانسر مع مثلا في لي بلاتفورم بحال فايفر ولا شي حاجه، اش تقدر تسالي اخويا بواحد 3 المليون ديالك. وعاد راه ملي كنقولوا مثلا انك عارف هاد الدومين، راه راسك عامر، راه اي واحد غادي يطلبك، اي واحد، يعني فين ما مشيتي هاد الدومين راه مطلوب. واحد عنده شركه ديال اي كوميرس ولا ديجيتال ماركتينغ، راه نتايا راه هو بالامس الحاجه اليك، لانك كتعرف لواحد المجال اللي ما كيعرفوش ليه بزاف ديال الناس، اللي هو البروغراماسيون والديفلوبمون. دونك حنايا اليوم ان شاء الله غادي دابا نطلقوا الريكويست ان شاء الله للضيف ديالنا السي يوسف، اللي غادي يجاوبنا على الاسئله ديال المتتابعين اللي طرحوهم، وفي نفس الوقت غيوضح لنا هاد الدومين هذا مزيان. داكوغ، غنطلبوا ان شاء الله الريكويست السي يوسف. فينا هو يوسف فينا هو السيو؟ كنصيفطو لك اكسبتي السيوس، اكسبتي وطلع معنا. مرحبا بك الدراري. السيوس راه كيحشم، دونك الى شفت التشجيعات ديالكم راه الحشمه غادي يحيلها. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك. كيف الحال؟ الله يلا بخير، كلشي مزيان. حفظك السيدي. الله يحفظك. علينا مرحبا بك. يلا نبداو. شوف نيا باش على المتتبعين كاملين، كنقول لك انا مرحبا بك معنا، وراه نهار كبير هذا انك زعما معنا في هذا اللايف باش تشارك المعلومه في واحد الدومين اللي هو حصري، ماشي كلشي كيهضر عليه، باش تشارك لنا زعما المعلومات على هذا الدومين. الله يحفظك. الله يكبر. شكرا لك خالد، شكرا بزاف على الاستضافه. ومرحبا الله اللي عنده شي كيسيون شي حاجه في الدومين. سيوس واحد الحاجه كنديروها كبدايه، يعني ملي كنطلقوا اللايف كنعطيو واحد المهله للضيف ديالنا يعرف، باش هكا يعرفوا الناس شكون هو شنو كيدير، ومن بعد ان شاء الله ندوزوا للاسئله وندوزوا للاصق. مرحبا سي خالد. مرحبا معكم بعدا يوسف الجاهر من نواحي ديال الانترنت. بالنسبه للدومين كنخدم فول ستاك اند موبايل ديفلوبر، يعني ويب اند موبايل ديفلوبر. بالنسبه لكيفاش بديت لي كوميرس، كيفاش بديت الديفلوبمون، هذا الشيء كامل كان تقريبا من الايامات ديال الباك، تقريبا شي 2015 تقريبا. كنا كنسمعوا بالديفلوبمون كيما راك، اي واحد في ديك لا بيريود كيسمع الديفلوبمون، كيسمع البرمجه، شنو هي البرمجه. المهم خصو يتعلم، خصو يقلب، يعرف الدومين كيفاش داير. صافي من تما زعما بديت كنتعلم ال HTML CSS ديك الايامات، ولكن ما كانش زعما، يعني الطريقه باش كنتعلم، انا كنت ديك الساعه زعما كنتعلم شي حاجه كنمشي عاود ثاني شهرين 3 شهور 4 شهور فهمتي، عاود نرجع ليها فهمتي مع القرايه، وهذا كتمشي كتعلم شي حاجه وكتنساها عاوتاني عاد كترجع ليها. وكاين بزاف ديال الحوايج زعما اللي خدوا لي اكثر من الوقت اللازم زعما نقدر نتعلمهم في الشهر ولا اقل،
كان خداو لي ديك الساعه الوقت بزاف، حيت ما فهمتي ما كانش اللي كيوجهك، ما كانش زعما اللي يعطيك النصائح، ما كانش حيت كل شيء انت مع راسك فهمتي، يعني جوجل قدامك، يوتيوب قدامك، كتقلب فهمتي اي حاجه لقيتيها كتقراها، يعني ما كيكونش اللي يوجهك شنو خصك دير ولا شنو خصك دير باش تمشي باش تختصر عليك الطريق فهمتي. هذا هو اللي كاين زعما، هذا الشيء اللي خدا، كاين حوايج اللي خداو لي الوقت بزاف. ابخي في الموجه ديال لي كوميرس وهذا، راه كل شيء توجه لي كوميرس، درنا واحد الاكسبيريونس طحنا في لي كوميرس، ما صدقاش، ورجعنا الدومين للبروغرام. الدومين صحيح. الأول. مرحبا سي، هذا الشيء اللي كاين مرحبا بخري. مرحبا سيوس. دونك المهم ندوز دابا الاسئله اللي حطوا المتتبعين. يعني كيبان لي واحد السؤال هنا مهم، هو كيقول لك المهم اون جينيرال فاتنا في البرمجه، شنو هي اول مرحله باش نتعلم لهذا المجال؟ اول مرحله خصو يعرف راسو شنو بغا يدير. انا نشرح اون جينيرال كيفاش في البرمجه، ما كاينش، كاين بزاف ديال الحوايج اللي نقدر نكون، كاين الفرونت اند ديفلوبر، كاين الباك اند ديفلوبر، موبيل ديفلوبر، يعني كاين بزاف ديال الحوايج، ما فهمتي، يعني كاين بزاف ديال الدومينات اللي تقدر تخدم فيهم. تقدر تخدم كفرونت اند ديفلوبر، الفرونت اند ديفلوبر يعني السيد اللي كيخدم غير الفرونت اند، هو اللي مكلف يعني بالديزاين ديال لو سيت ويب كيفاش غيبان، هو اللي مكلف بالتايبوغرافي ديال لو سيت، لي كولور، ديزاين اون جينيرال، هو يعني كياخد من الويب ديزاينر، كاين الويب ديزاينر اللي كيقد تيم ديال لو سيت ولا تيم ديال لابليكاسيون، في ديزابليكاسيون بحال فيغما، ادوبي اكس دي، كيقد لو تيم، عاد كيعطيه الويب الفرونت اند ديفلوبر. الفرونت اند ديفلوبر هو اللي كيتكلف بانه داك لو ديزاين يحول الارض الواقع لي كود، يعني هو اللي زعما مكلف لو ديزاين ديال لي ديفلوبر. هو نورمالمون كيحتاج، ما كيحتاج بزاف ديال لي لونغاج ديال البروغراماسيون، تقريبا كيحتاج وحده باش يتعلم ليها صافي كافيه. الا حيدنا الاتش تي ام ال سي اس اس، الاتش تي ام ال سي اس 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 نورمالمون ما كيتحسبوش هما دي لونغاج ديال البروغراماسيون. كاين الجافا سكريبت بوحدها اللي غيحتاجها الفرونت اند ديفلوبر. يعني الا بغيت تكون فرونت اند ديفلوبر، يكفي انك تتعلم الاتش تي ام ال سي اس اس، هادو يعني كما قلنا ماشي ديال ماشي لو لونغاج ديال البروغراماسيون. لاش تي ام ال سي واحد اللونغاج ديال واحد المارك اب ديال الهيكله ديال لو سيت. سي اس اس هي اللي مكلفه بلو ديزاين، بلي كولور، بالفونت، واش يكون كبير واش يكون صغير، الباك جراوند واش نديرها حمراء، واش ندير ايماج، واش ندير انت، يعني هادشي باش ديال السي اس اس. الجافا سكريبت نقدر نخدموها في يعني نخدموها في الانيماسيون، نقدر نخدموها ب ك نقدر نخدموها ك يعني فرونت كتسمى لي فرونت اند فريم ورك، نقدر نخدمو بلي فرونت اند فريم ورك اللي هما يعني هما اللي مكلفين باش يجيبوا لك الداتا من لي زابي ديال لي باك اند. هذا يعني اون جينيرال خص الفرونت اند ديفلوبر خص يتعلم الاتش تي ام ال سي اس اس والجافا سكريبت، من بعد يتعلم لي فريم ورك ديال لي لونغاج ديال هادو ديال السي اس اس، ولي فريم ورك ديال الجافا سكريبت. لي فريم ورك ديال السي اس اس كاين، انا نشرح بعدا فريم ورك شنو هو الفريم ورك باش عاد باش ندوزو لهذا. الفريم ورك هو واحد الاطار عمل، الا بغينا نقولو بالعربيه، يعني كيكونوا دي فونكسيوناليتي ولا دي الحوايج اللي كيتعاودوا بزاف، شوف وشنو يعني كيمشيو لواحد الكوميونيتي ديال لي ديفلوبر، هاد لي فونكسيوناليتي اللي كيتعاودوا بزاف كيديروهم كي فريم ورك، يعني عوض الا بغيت انا نخدم باغ اكزومبل سي اس اس فريم ورك بحال بوتسترا، الا بغيت نخدم غير السي اس اس جريد و ريسبونسيبيتي ديال الويب سايت، غتاخد لي وقت بزاف باش نخدمهم بوحدي، يعني نبقى نكودي بالسي اس اس بوحدي باش زعما يكون عندي واحد الويب سايت يكون ريسبونسيف. جاو لي فريم ورك، هما اللي كيسهلوا لنا هذه القضيه، يعني كتكون لي فونكسيوناليتي اللي ديجا كيكونوا متعاودين، كيكونوا واجدين
جيم محطوطين في واحد الفريم ورك كتخدم به صافي، كتولي كتخدم بلي فونكسيوناليتي ديال الفريم ورك ماشي لي فونكسيوناليتي ديال اللونجاج. هاد القضيه كتسهل بزاف ديال كتهل بزاف ديال الخدمه في ندوز دابا لي فريم ورك ديال الفرونت اند ديفلوبر. كاين ديال السي اس اس فريم ورك بحال بوتستراب، بولما، كاين تايلو ويند، هادو كاملين ديال سون دي فريم ورك ديال السي اس اس. وعاد باش ندوزو لي فريم ورك ديال الجافا سكريبت اللي غنحتاجوهم في اللي غنحتاجوهم في الفرونت اند في الخدمه ديالنا كفرونت اند ديفلوبر. في الفرونت اند كاين رياكت جي اس اللي هي يعني حتى هي واحد الفريم ورك، واحد اللايبراري، هي ماشي فريم ورك، اللي مشهوره بزاف يعني، اللي قادتها فيسبوك تقريبا يمكن في 2014، الله يعلم 2014 ولا 2012. وكاين الفيو جي اس، الفيو جي اس ده هو واحد الفريم ورك اللي زعما ناضي زعما في القضيه ديال الفرونت اند. تزاد عليهم دابا واحد الفريم ورك اللي نقدروا نخدموا به في يعني كيتسمى ديال الكروس بلاتفورم، يعني نقدروا نخدموا به بزاف ديال لي بلاتفورمز واندرويد، ونقدروا نقدموا فيه لي زابليكاسيون اندرويد، ونقدروا نقدموا فيه لي زابليكاسيون اي او اس، ونقدروا نقدموا فيه حتى لي سيت ويب اللي هو فلاتر. يعني هادشي تقريبا الا كنتي باغي تكون فرونت اند ديفلوبر هادشي كافي، يعني هادشي كافي باش تبدا به تخدم كفرونت اند ديفلوبر. كاين الباك اند ديفلوبر، هو هنا فين غنحتاجو دي لونجاج ديال لي بروغراماسيون ديال بصح، يعني هنا فين كندخلو البروغراماسيون بالمعقول. حيت نورمالمون البروغراماسيون كتحتاج بزاف ديال اللوجيك، بزاف ديال بروبلم سولفين، بزاف ديال الحوايج. هنا فين كندخلو كان يعني الا بينا نكون واحد الا بغيت تكون باك اند ديفلوبر غتحتاج تعلم بزاف ديال ماشي بزاف ديال نقدر تكتفي بلونجاج وحده ديال البروغراماسيون، تقدر تخدم بجوج ديال ثلاثه ديال لي لونجاج ديال البروغراماسيون باش زعما تكون عندك واحد يعني تكون عارف بزاف ديال الحوايج. حيت كل نقدر نقول كل بروجي في المثال تقدر تخدم ليه لونجاج اكس احسن من لونجاج اخرى. فهمتي كيفاش القضيه؟ يعني كل على حسب البروجي كيفاش دار، عاد باش نختاروا ليه اش من لونجاج ديال البروغراماسيون ولا اش من فريم ورك باش نخدمه. كباك اند ديفلوبر خصك تعرف يعني لي لونجاج اللي معروفين بزاف، اكثر واحده معروفه هي تقريبا الجافا سكريبت، هي كتخدم جافا سكريبت. ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، ما كاينش اللي كيعرفها، يعني هي فين ما مشيتي كتخدم، يعني كتخدم لي براوزر كاملين كتخدم فيهم، يعني اي حاجه كتخدم بالجافا سكريبت. الجافا سكريبت نورمالمون هي واحد لونجاج اللي ما كتيكزيكيتاش في السيرفر، يعني في الاول ما كانش بامكاننا نخدموها كباك اند في الباك اند. من بعد جا واحد سميتو اللي هو نوت جي اس. نوت جي اس هو واحد كتسمى ران تايم انفيرمنت اللي بسببه نقدروا نخدموا الجافا سكريبت في السيرفر، يعني في السيرفر في الاول ما كانش كيقرا لينا، ما كانش كيعرف لينا الجافا سكريبت. ابخي ملي جا نوت جي اس هو اللي كيقول لها اودي راه نقدروا نخدموا بالجافا سكريبت في السيرفر. كاين البي اتش بي، يعني ما كانش اللي كيعرف ما كيعرفهاش تقريبا. كاين البيثون، كاين الجافا، هذه لي لونغاج ديال البروغراماسيون. يعني بالنسبه للسؤال ديالك شنو هي المرحله، خصو اول حاجه يعرف شنو باغي يتعلم، يعني يحدد، لان البروغراماسيون راه كبير، مجال اللي هو كبير يعني متعمق، خصو يعرف شنو باغي. اكزاكتومون، خصو يعرف شنو باغي. راه ديجا كما قلت لك كاينين تقريبا ثلاثه ديال الحوايج اللي معروفين بزاف، يعني اما تكون فرونت اند ديفلوبر، وكاين الموبيل ديفلوبر، وكاين الجيم ديفلوبر اللي كيديفلوبي لي جيمرز الجيم، وكاين البلوك تشين ديفلوبر. المهم كاين بزاف ديال الحوايج. حنا انا التخصص ديالي حيت ما كنخدمش لي جيم، ما كنخدمش البلوك تشين، يعني كنخدم ثلاثه ديال الحوايج، الباك اند والفرونت اند والموبيل. هادو اخرين كاين يعني نقدر نهضر عليهم، ولكن ماشي ما عنديش عليهم زعما المعرفه الكافيه باش نقدر نهضر عليهم. داكور، بالنسبه للسؤال الثاني كتقول البنت بما انه عندي الرغبه باش نبدا باش غادي تنصحني،
كان الصيحة الأولى هي أن زعما تعرف كيما تعمر تعرف كيما قلنا لي دابا تعرف شنو بغات دير بالضبط، يعني تعرف شنو بغات تخدم في الويب، واش كيعجبها الديزاين، يعني إلا كنت كيعجبك الديزاين، كيفاش تقاد لي كولور، تقاد دي بوطون لي زوينين، تقاد الحوايج هكا، يعني الديزاين اون جينيرال ديال الويب سايت. هنا كنصحها تخدم فرونت اند ديفلوبر، يعني ما كتحتاج غير تخدم يعني اون جينيرال الديزاين ديال الويب سايت. الا كان زعما هي كترتاح في انها كتحل المشاكل، يعني بروبلم سولفين، كترتاح انها تقاد واحد اللوجيك، يعني عندنا واحد باغ اكزومبل كيما في الاول قلتي يو كان عندك، نعطيوك واحد بحال هكا الايديا نيت ديال اننا نخدموا واحد بلاتفورم اللي نقدروا نخيو فيها لي سيت ويب بحال يو كان شوبيفاي ولا اكزاكتلي بحال هكا، تقدر الا كترتاح في هذه القضيه ديال ان الديزايني اللوجيك ديال البروجي كيفاش داير، تحط كاع يعني كاع الاحتمالات اللي كاينين باش ذاك البروجي تحط كيما خصو يدير، يعني كيفاش غنشرح بالضبط، هو انه يعني ديزايني السيستيم كامل ديال ذاك البروجي، ديزايني حطو قدامها باش تخدمو هذه القضيه. يعني كنصح تكون باك اند ديفلوبر، يعني الباك اند هو اللي يعني اللي كي بحال اللي قلت لك اللي كيحط السيستيم كامل ديال اي بروجي كما كان. الا كانت بغات تخدم الموبيل ديفلوبر، حتى هو واحد الدومين اللي زوين بزاف، اللي فيه الافاق على الجهد، يعني كما راك عارف دابا راه كلشي، ما كاينش اللي ما عندوش تليفون، ما كاينش اللي ما كيدخلش على الاقل واحد جوج المرات ثلاث المرات في السيمانه لجوجل بلاي ولا الاب ستور، فهمتي؟ يعني كموبيل ديفلوبر راه مطلوبين بزاف دابا. يعني اي تعرف هاد الثلاثه ديال الحوايج، ولا الثلاثه ديال الحوايج ديك الساعه تقدر تختار هي شنو بغات دير، يعني واش تعلم لي لونغاج ديال الفرونت اند، ولا تعلم لي لونغاج ديال الباك اند، ولا تعلم لي لونغاج ديال اللي كتديفلوبي بهم لي زابليكاسيون. واضح واضح اخويا يوسف. هو هذا تقريبا واحد السؤال يعني في المنهج اللي شرحنا دابا، ديال كيقول لك شنو نقدر نتبع، واش ديف ويب ولا شي حاجة اخرى كتبان لك حسن في هذا الوقت؟ في هذا الوقت يعني في الديفلوبمون، يعني كل شيء خدام الى حد الان، راه كل شيء خدام، فهمتي؟ ما كايناش شي حاجه كما كتعرف، راه ما يمكنش نحيدوا لي سيت ويب، يعني لي سيت ويب ما يمكنش نحيدوهم من هنا حتى لواحد 30 سنه ولا 40 سنه، راه مازال لي سيت ويب غيكونوا، يعني غنبقاو ندخلوا لي سيت ويب، فهمتي؟ لي زابليكاسيون موبيل حتى هما ما يمكنش نحيدوهم، يعني من هنا لواحد 30 سنه ولا 50 سنه غيكونوا لي زابليكاسيون موبيل، سينو نقدر الا خرجنا شي حاجه اخرى من غير البي سي ومن غير من غير التليفون، ما عرفتش. يعني كاع هاد لي دومين اللي كاينين في الديفلوبمون اون جينيرال، ما يعني فيهم افاق مزيانين، وفيهم زعما يعني تقدر تخدم فيهم الونغ تيرم، ما كاينش زعما شي حاجه اللي غاتبدل في واحد المده قصيره. اكزاكتو. يعني راه كيقول هذا قلت لك نعم نورمال، خويا يوسف. يعني هو اللي غيختار شنو اين الدومين، اما كاع لي دومين اللي كاين في البروغراماسيون كاملين راه مزيانين، كاملين راه خدامين من هنا لقدام ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا على التوضيح. كيقول الاخ، واش الا كانت عندي شي فكرة هربانة، واش نجيب ديفلوبر او لا نمشي نتعلم الديفلوبمون حيتاش يقدر يسرقها لي؟ قال لك زعما اذا كانت عندي شي فكره مزيانه، فهمتي السؤال؟ يعني الا كنا كنفكروا كامل بنفس الطريقه، يعني اللي ديفلوبر كاملين ما غاديش يكون كل واحد كيديفلوبي على راسو. نقدر نقول ليه لا، يعني الا ما كانش عنده واحد البروجي اللي كبير وعنده هو الوقت، فهمتي؟ نقدر نقول لي اودي سير تعلم البروغراماسيون، ودير على الاقل قد انت واحد البروتوتيب كما كيتسمى، ولا واحد الام في بي ديال ذاك البروجي ديالك،
يعني ما غاديش بالضبط. تعلم كاع لي لونغاج ديال البروغراماسيون اللي غتحتاج، وما غاديش تعلم يعني شي حوايج اللي معقدين في البروغراماسيون، غتعلم غير لي باز، غتعلم الحوايج اللي غيكفيوك باش تقاد داك الام في بي ديال البروجي ديالك. اي فوا كتحط داك الام في بي ديك الساعه، راه يعني ما يمكنش واحد البروجي غيوصل واحد السكسي وغيكون خدام عليه ديفلوبر واحد، فهمتي؟ يعني ضروري خص تعيط لي ديفلوبر اخرين، وما ضروري خص يكون معك لي ديفلوبر اخرين باش تطلع بروجي يكون مزيان ويكون كبير. واضح واضح اخويا. بالنسبه للسؤال الموالي، هو كيقول لك فين نقدر نبيع السورس كود؟ فين تقدر تبيع لي السورس كود؟ هاد القضية الصراحة مزيانة، حيت نورمالمون بهاد القضية نقدروا نوصلوا، حيت نورمالمون كما كنعرفوا من قبل دابا نيت، يعني أي واحد بغا يدير الفلوس كيمشي ديريكت للي كوميرس، كيطلق الآتس، كيجيب برودوي، كيطلق الآتس، بالضبط. كيسهل عليه الله. هاد القضية نفس لي كوميرس، عوض انت تجيب واحد البرودوي اللي يكون فيزيك، انت كديفلوبر غتشوف شي فكره اللي غتكون مزيانه، لا تمشي عليك غتكتب ليها واحد الكود سورس، سواء ابليكاسيون ويب، سواء جيمز، سواء اي حاجه. بالنسبه لي بلاتفورم كاينين بزاف، كاينين كود كانيون، راه ما كاينش اللي ما كيعرفوش كود كانيون، راه مشهور تبارك الله، راه الملايين ديال لي زابليكاسيون تما، والملايين ديال لي فيزيتور. كاين كودستر، حتى هو واحد البلاتفورم اللي كتبيع فيها بزاف، يعني كيبيعوا فيها لي زابليكاسيون. كاين سيل ماي اب، حتى هي مزيانه. وكاين واحد البلاتفورم نورمالمون هي ما كتبيعش فيها كود سورس، مي كتبيع بيزنس كامل. يعني انا في المثال قديت واحد لابليكاسيون خدام، واحد ساس نورمالمون سوفتوير از سيرفيس، خدام ليا مزيان، كيجينيري واحد سميتو في الشهر، وهذا كنبغي ما كتكونش عندي الوقت باش نخدم داك نبقى نخدم في داك الدومين، ولا في ديك السوفتوير از سيرفيس اللي قديت، كنبغي نبيعها كامله، يعني كان بيزنس موديل كامل كتبيع يعني بحال اللي قلتي، تبيع البيزنس كامل، فهمتي؟ يعني ما كتبيعش غير كود سورس، يعني كتبيع البيزنس كامل بلي زوتيليزاتور ديالو، باليوزرز، كل شيء، بالداتا، بكل شيء كتبيعه. كتبيعه في ليبا، راه ديجا ما عرفتش ديجا كتعرفها ولا لا. في ليبا كان في الاول كتبيعوا فيها بزاف ديال لي سيت، زعما ديال لي كوميرس، شوبيفاي، نقدر نقاد غير انا سيت شوبيفاي، يعني ماشي كاع الكود ديالي، ماشي حتى حاجه، يعني غير سيت شوبيفاي كنبيع فيه واحد البرودوي، وذاك البرودوي باغ اكزومبل خدمت ليه الاي سي او مزيان، وهذا كيولي كيجينيري لي واحد الريفيني كل شهر، كنحطو في هاد الفليبا، يعني كنحط فيها هذاك البيزنس لانه راه كيجيني قد القد، كتبيعو. سينو تقدر تبيع فيه يعني الكود سورس ديالك، الكود سورس حتى هو تقدر تبيعو تما، هو عادي زعما، ما هو اكثر تنصح به هو كود كانيون اللي معروف، زعما ما كود كانيون تقدر تحط فيها اي حاجه وكتبيع. داكور. دونك بالنسبة للسؤال الموالي اخويا يوسف، كيقول كيفاش نلقى عملاء نخدم معاهم؟ مثلا تعلم مثلا الديفلوبمون مثلا اكس في واحد المجال، سواء الفرونت اند، سواء في ديف زعما الديفلوبمون ديال لي زابليكاسيون، وقال لك باغي نلقى عملاء، شنو كيفاش شنو تقدر تنصحو، شنو تقدر تقول ليه؟ كيفاش تلقى عمالة؟ تقدر تبدا كفريلانسر في دي بلاتفورم ديال الفريلانسين، فيفر، ابورك، فريلانسر بوان كوم، كاينين هادو تقدر زعما تخدم فيهم مزيان، واخا يعني مؤخرا زعما ما بقاش فيهم الخدمة بزاف. كاينين دي سيت اخرين بحال ما عقلتش والله ما عقلت، نقدر نبارطاجي من بعد واحد السيت يعني اللي كتخدم حتى هو يعني مزيان، بحال فيفر حتى هو، ولكن هو كتخدم بالساعه، يعني كت كت
كدير معاه في الساعة ديالك، في المثال انت كتخدم بواحد المونطون في الساعة، كتخدم على بروجي كامل. هادشي اللي كاين، ما اللي معروفين هما فيفر، كاين اب وورك، كاين فريلانسر بوان كوم، هادو اللي معروفين زعما مزيان. سينو تقدر دير هذا ديال يعني تخدم في الانستغرام، يعني تحط في الانستغرام، تحط لي بروجي اللي ديجا خدمتي، دير الماركتينغ ديال راسك، وتجيب من الباقي يحط واحد البورتفوليو وبقى يهضر مثلا بزاف كل نهار يشارك المعلومه عن طريق داك الانستغرام بداو يجيو ديك لي اللي بداو يبغيو بزاف ديال الفلوس. اكزاكتو. اللي كدار بزاف هي انها باغ اكزومبل، انا كنعرف واحد الكوميونيتي اللي كيحتاجوا بزاف ديال لي سوفتوير. باغ اكزومبل الاي كوميرس راه ما كاينش، زعما لي كوميرس راه كيحتاجوا بزاف ديال لي سوفتوير. كندخل لي سيت ديال لي جروب ديالهم، كنقاد واحد السوفتوير اللي كتكون اوبن سورس، اللي كتكون فري، كنبارطاجيها تما من عندهم. يعني كتنفعهم في واحد من واحد الناحيه، بانه واحد بارطاجيتي واحد اليوتيل ولا واحد التول اللي غتكون ليهم فري وغتخدم ليهم ديما. ومن ابارتي من ديك سميتو، من ديك التول، راه كيعرفوك، لان راه انت اللي قلتي ديك التول، وراه اي حاجه كانت عندهم، دي سيت ويب، دي بلاتفورم، اي حاجه راه تقدر زعما من ديك التول تقدر تجيب لك كليون فري. بالضبط. دونك السؤال الموالي هو كيبقى كتعقي، ولا واش الذكاء الاصطناعي غادي يقضي على المبرمجين؟ اذا كان نعم شنو الحل؟ اذا كان نعم صعيب تقضي على المبرمجين زعما بواحد الطريقه اللي هي 100%، ولكن غيكون التاثير، يعني غيكون التاثير على المبرمجين، ولكن ذاك التاثير نقدروا نستغلوا حنا لصالحنا. يعني عوض انا اثر عليا ذاك التو ديال الاي اي، انا نستعملها في البروغراماسيون، تسهل عليا الخدمه اولا. كاينين لي تاسك اللي كديرهم ليا، يعني نقدر ياخذ ليا واحد النهار يومين ديال الخدمه، نقدر نديرهم في ساعه ديال المكانه. نقدر نخدمهم بزاف ديال الحوايج، ديباغي ديال الكود، نقدر نخدمهم في التيستين ديال الكود، بزاف ديال الحوايج اللي نقدر نخدم فيها لي تول ديال الاي اي. وباش ما تاثرش عليا زعما، باش ما تاخذش ليا خدمتي، نقدر كديفلوبر، عندك كل شيء باش انت براسك ديفلوبي دي تول اخرين اللي ديال الاي اي، ولا تخدم ديك لي تول، باش يعني ما تخليش تول انها تاثر عليك، من حد انه تعاونك باش دير شي حوايج اخرين اللي تقدر تخدم بهم. يعني ديما انت تتطور مع التول. يعني الاي اي راه ما يمكنش زعما نكونوا زعما متطورين اكثر منها، ولكن على الاقل زعما تكون غادي معاها مزيان، باش انت تولي تستعملها في شي حوايج اللي تقدر ينفعوك في الديفلوبمون، يسهل عليك الخدمه بزاف ديال الحوايج. يعني صعيب زعما يطرى عليك اون جينيرال، صعيب زعما الاي اي يحيد المهنه ديال ديفلوبر، حيت حنا اللي كنصنعوا الاي اي، فهمتي؟ يعني ماشي زعما لي ديفلوبر هما اللي كيصنعوا الاي اي، يعني ضروري غنلقاو شي تخريجه اللي نخدموا داك الاي اي لصالحنا. واضح واضح السؤال، واضح الجواب. هنا قالك واش هاد الدومين صعيب؟ الدومين صعيب الى حد ما، ماشي صعيب لواحد الدرجه اللي صعيبه بزاف، ولكن زعما صعيب وكيستاهل. الصعوبة هي اللي حلوة. هي هكا، يعني ديك الصعوبة هي اللي كتعطي واحد الحلاوة للديفلوبر، وهي اللي كتعطيه قيمة بعدا، يعني هي اللي كتعطيه القيمة ديال أنه تكون ديفلوبر وتكون هذا. الصعوبة، واش الصعوبة في التعلم ديالو كبيرة الصعوبة، خصوصا إلا ما كانش زعما، إلا ما كانش لي أوريونتيك عاش تتعلم، عاش ما خصكش تعلمها. خاي ديالك، لا كنسمع قلت لك، يعني الا عندك واحد الرود ماب ديال الطريق، كيفاش ديال كيفاش غتعلم، غتسهل عليك الخدمه، غتسهل عليك
يعني ديك الجورني ديال التعلم. بالعكس الا زعما الا كتمشي غير عشوائي يعني غيكون صعيب زعما تعلم. يعني هذه القضيه بالنسبه للتعلم، يعني واش صعيبه في التعلم نتعلم البروغراماسيون ولا لا. اما بالنسبه للخدمه اين فوا راك تعلم واحد لونغاج ديال البروغراماسيون كتميتريزيها، دي تاسك اللي كاينين ديما تقريبا كيتعاودوا، كاينين شي حوايج اللي خصكني زعما تخدم دماغك بزاف، وكاينين دي حوايج اللي يعني خص نورمالمون ديجا تكون بروبليم سولفر، يعني كيكون عندك واحد البروبليم خصك تلقى ليه الحل بالبروغراماسيون. يعني هادشي اللي كاين زعما في القضيه ديال داكو، كاين واحد السؤال هنا كنظن ان جاوبنا عليه، اللي هو ديال ليفولوسيون ديال الاي اي والامباكت ديالو اون غولاسيون مع البروغراماسيون، هو اللي جاوبنا عليه تقريبا. يعني ياك تقريبا هو هذا اللي جاوبنا عليه. يعني كما قلت ديجا، يعني لي ديفلوبر هما اللي كيخدموا لي تول ديال الاي اي، يعني والاي اي هو اللي كيعاون الى حد الان. يعني الا شفتي لا شات جي بي تي، راه ما كاينش شي ديفلوبر اللي ما كيخدموش دابا في لي بروجي ديالو. كاينين لي تول اللي كنخدموا بهم في يعني في لي كود ايديتور بحال كود بيلوت ديال مايكروسوفت، حتى هو واحد التول ديال الاي اي اللي كتسهل عليك الخدمه. يعني هو كتبروغرامي وهو كيتعلم منك، فهمتي؟ كتبروغرامي هو كيتعلم منك، او ميم طو كيعطيك زعما، يعني باغ اكزومبل انت بغيتي تكتب واحد الكود ديال واحد الكود، هو كيسوجيست يعني لك دي كود هكا باش يعني يسهل عليك الخدمه. يعني الاي اي هو واحد التول اللي غتعاون زعما بزاف لي ديفلوبر، يعني ماشي غتخرج عليهم، بالعكس غتساعد غتعاون. عليهم ولكن غتساعدهم اكثر. بحال الكلمه اللي كنت قلتها، الا كنت انا بروجي غندوز فيه يومين، نقدر بالمساعده ديال الاي اي نديرو في ساعتين. اكزاكتوم. كنظن ان الاسئله زعما سالاو من غير الشديد ديالنا يوسف، شكرا لكم. زعما عرفش الشباب، واش كاين شي سؤال بغيتو تعرفوه؟ بغيتو سيف بليز. تنتان. شكرا. السلام عليكم لطيفة. Thank you for your كنظنش واش كاين شي سؤال هنايا يقدروا نجاوبوا عليه. يجاوب عليه السي يوسف. شنو هنا؟ واش الذكاء الاصطناعي غادي يقضي على البرمجة اذا كان نعم؟ السؤال ديالك راه جاوبنا عليه، طرحتيه هنا وطرحتيه في البوكس، مزيان. انتيغيسي باش عارف الجواب، تبارك الله عليك. نشوف. نايس تاكس برو. تك 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 تك. سيف بليز ان شاء الله. السلام عليكم. الو، ما عرفش تحياتي الشباب. السي يوسف، مثلا اذا كان مثلا، شوف نقولوا انا مثلا خدام الاي كوميرس، ياك ما عمرني ما فكرت انا نتعلم الديفلوبمون ولا هادشي البروغراماسيون، واش اوبليجي عليا انا كنخدم الاي كوميرس ناخذ البيزيك ديال الدومين، وعلاش؟ وي نورمالمون نقدروا نقولوا اي اونتربرونور خص يكون عنده البيزكس ديال الديفلوبمون. علاش؟ حيت اون فوا كتكون عندك ديك البيزكس، يعني ديك تكون كتعرف شنو اللي نقدروا نديروا بالبروغراماسيون، هنا فين غيولي يطيحوا لك الافكار ديال لي زيدي اللي نقدروا نخدموا اللي نقدروا نخدموهم ب ب ب نخد يعني ديال لي تول اللي نقدروا نديفلوبيهم ونخدموهم في لي كوميرس. باغ اكزومبل غير في لي كوميرس، يعني كاين
كاين راه في فيسبوك ادز كاين واحد القضيه اللي سميتها الاي بي تيستينغ، يعني كتيستي جوج ديال لي كومبين. هذا نقدروا حنا نتيستيو جوج ديال لي لاندين بيج في ادز واحد. يعني هذه القضيه الا كنت انت عارف لانه راه بوسيبل بالديفلوبمون ديرها، يعني انا كنخدم باغ اكزومبل، انا كنخدم اي كوميرس، وهذه القضيه ما عرفت زعما كيفاش تكنيكمون، كيفاش واش نقدر دار ولا ما تقدرش دار. ولكن الا كانت عندك واحد الايديا على الديفلوبمون، يعني عندك واحد البيزكس ديال الديفلوبمون، غتعرف بانه راه بوسيبل حنا نخدموا بلاندينغ بيج وحده، نقدروا نتيستيو يعني بكومبين وحده ديال الارت، نقدروا نتيستيو جوج ديال ولا ثلاثه ديال لي لاندينغ بيج بليان واحد. يعني غتكون عندك انت في لو سيت ديالك مثلا خالد بوان كوم داير لاندينغ واحد، لاندينغ بيج وحده، ولكن نقدروا زعما كيفاش نقدروا يعني ليوتيليزاتور اكس دخل غيلقى واحد الكونتيني بشكل، ليوتيليزاتور بي قدر غيلقى واحد الكونتيني بشكل، فهمتي؟ يعني انت لاقى دوك لي ستاتيستيك اللي غيعطيك ذا التول، غتعرف ان وحده اللي خدامه مزيان بالارت واحد، يعني بلا ما تحتاج دير بزاف ديال لي كرياتيف في الفيسبوك وهذا. يعني بالكرياتيف وحده تقدر تخدم بزاف ديال لي لاندين بيج، وتعرف زعما اي وحده اللي كتكونفيرتي لك مزيان. يعني هذه القضيه خصك ضروري تكون زعما شويه تكنيك باش تعرف لانه راه بوسيبل دار بالبروغراماسيون، وديك الساعه راه تقدر تهاري شي ديفلوبر اللي غيخدم معاك. كاينين دي حوايج اخرين اللي زعما اللي يقدر ديرهم، يعني الا عرفتي البيزكس ديال الديفلوبمون باغ اكزومبل في الكوميرس، نقدر نوبتيميزي لو سيت ويب ديالي. يعني لو سيت ويب ديالي في نورمالمون يقدر يكون كيكلاود نورمالمون، دابا يعني الافريج كيكون 3 سكوند، جوج ونص، 4 سكوند، نقدر نوبتيميزيه مزيان ويرجع يكون كيتلاود غير في ان سكوند. هاد القضيه ما يمكنش ديرها الا ما كانش عندك واحد يعني البيزكس ديال البروغراماسيون اون جينيرال. اكزاكتوم، واضحه. واحد السؤال كيقول عمر، هو شنو فرص الشغل اللي تيخولوا ليا ملي نكون ديفلوبر؟ الفرص الشغل كاين بزاف ديال الحوايج بعدا في الديفلوبمون. اول حاجه يعني تقدر تكون فريلانس، يعني تكون ديال راسك، تخدم من الدار، مع ما اونجاجي مع حتى شي اورغانيزاسيون ولا شي كامباين. هذه الاولى. وتقدر تكون كما نيت قلنا، تقدر تكون كتبيل ديال لي كود سورس ديالك وتعاود تبيعهم في لي سيت ويب ديال كود كانيو. وهذه القضيه اللي نقدروا نديروها دابا، يعني نديروا انا وياك واحد الكالكول دابا ودسي خالد، يعني تلقى بانه داك لي النمبرز اللي كيديروا لي ديفلوبر في كود كانيو يقدر يكون كيوصلوا ديال لي كوميرس، يقدر يفوتوهم كاع. واخا شوف، هانت مزيانه القضيه اللي قلتي، كموتيفاسيون دير واحد الكالكيل باش الناس يعرفوا بلي هذا المجال راه سي تري انتريسون. اوكي، عندك حداك تما بي سي باش تكون انت اللي دير الكالكيل كاع. واخا بلاتي، راه انا بلاتي هو نشعلو، هو نشعلو. واخا انا نشعلو. قول لي المهم، فيما يعني نقولوا هذه القضيه ديال دي كود سورس ديالك، يعني وتعاود تبيعهم. كاين تقدر تبيلدي لي بلوغين ووردبريس، لي بلوغين ديال شوبيفاي، لي بلوغين ديال نورمالمون الى حد الان مازال ما عندناش ما نقدروش نبيلديو لي بلوغين ديال يوكان ولا ديال لي بلاتفورم اللي كاين في المغرب، ستورينو ولا دروبيفاي. تقدر تبيلدي جيمز، يعني الجيمز سواء تقدر يعني تبابليشيهم انت لراسك في اب ستور و بلاي ستور، سواء تقدر تعاود تبيعهم. هاد القضيه زعما الا بغيتي تكون انت حر، يعني تخدم لراسك. الا بغيتي تخدم مع لي سوسيتي، كاين تقدر تخدم مع لي سوسيتي هنا في المغرب الى لحد الان كنعرف الدراري، اكثر الدراري انا نيت براسي، ما عندي لا ديبلوم لا والو في البروغراماسيون. كنعرف بزاف ديال الدراري ما عندهم لا ديبلوم لا والو في البروغراماسيون، وخدامين مع دي سوسيتي هنا في المغرب. وكاينين وتقدر تخدم مع دي سوسيتي على برا، اكثر مثلا انا نيت دابا خدام مع ان سوسيتي كنديان اللي ماشي مغربيه، اللي عندها بيرو هنا في الرباط.
يعني الى حد الان بعدا في المغرب بعدا من غير لي سوسيتي اللي كاينين ديال الدوله ما يمكنش تخدم بهم الا ما عندكش ديبلوم. اما ابارتيغ ديال لي سوسيتي بريفي يعني راه في المغرب كاينين بزاف ديال لي سوسيتي بريفي اللي تقدر تخليهم بلا ديبلوم بلا والو، غير بالسكيلز ديالك وغتكون عندك واحد الصالير اللي يكون ناضي. تقريبا باش بنادم نيشي الى بغى يتعلم يعرف زعما حتى الصالير اللي غادي تقريبا بشحال كيبدا وشحال كيسالي على حسب المهن وعلى حسب التجربه ديال كل واحد. في المغرب نورمالمون لي سالير ديال لي ديفلوبر، نقولوا سينيور ديفلوبر يعني كيبدا السالير ديالو من 10000 درهم، 9000، 10000 يعني مينيموم 9000 درهم حتى لواحد 30000 درهم هنايا في المغرب. وكاين تمام. سينيور ديفلوبر يقدر يبدا سينيور يعني يلاه ما عندكش الاكسبيرونس بزاف، يعني يلاه عندك واحد اقل من عام ديال الاكسبيريونس يعني باش كتخدم دي بروجي، تقدر تبدا ب 5000 درهم حتى ل 15000 درهم الا كنتي سينيور زعما. داكو. بالنسبه الا كنتي غتخدم على برا، راه تبارك الله راه شي ارقام اللي تم راه باغ اكزومبل اللي هضرنا على امريكان يو اس، راه كيكون الصالير ديال 110 في العام، يعني 110000 كا في 110 العام، مليون يعني 110 مليون في العام، في العام. يعني مينيموم تقريبا. المهم الرانج نقدر نقول احنا الى جيتي تحسبها في المغرب يعني تقدر تكون واحد 8 مليون حتى 15 مليون في الشهر. في الشهر. تبارك الله تبارك الله. المهم هي الكالكيلاتريس حدايا. تخلي الكود كانيون ندخل معاك كود كانيون. وي واخا كود كانيون باي بلوكن اند كود فروم كود كانيون ياك. اها عندك واحد اي كومنت بلوكن كتب هي هذيك بروشيرش. نقدر نكتبو فيها كتب باغ اكزومبل نعم فود ديليفري، كتب باغ اكزومبل فود ديليفري ولا اي حاجه. ما سمعتكش مزيان. قلت لك نقدروا نكتبوا تما اي سوفت وير طاحت لك على بالك باغ اكزومبل، نقدروا نكتبوا حنا فود ديليفري الا قدينا شي ابليكاسيون بحال جلوبو ولا بحال اوبر ولا بحال اوبر ايت. المهم ديز ابليكاسيون بحال هكا يا تي فود جوميا فود نقدروا نديروا هاد شي ابليكاسيون. سميو مثلا كود ديليفري فود ديليفري. اي دير فود ديليفري هاي عاطيني هنا HTML HTML عاطيني هنا HTML جافا سكريبت بلوجين عطاني بزاف هنايا يعني هادو كاملين كيتباعوا هاد الكود سورس ياك. دير فود ديليفري فلاتر باش يعطينا غير لي زابليكاسيون موبيل، كاين راه في هاد تقدر يدخل الدراري يشوفوا يعني كاع لي كود سورس كيتباع، يعني ماشي بالضروره يكون ديال الموبيل، يعني كاع لي كود سورس كيتباعوا. غير نشوف ديال شي ابليكاسيون موبيل بحال اللي قلنا اوبر ايت جلوفو جوميا فود بحال هاد ليزابليكاسيون بحال هادو، نشوفو نديرو واحد الكالكول نشوفو شحال تقريبا كيدخلو اليوم. هو راه لو سيت انا كتبتو لهم هنا نيش في كومونتير باش يبقى طالع عليهم. هنا راه كاينين بزاف ويب تيم ان تومبليت كود فيديو اوديو جرافيك. المهم هادشي كامل تقريبا كيتباع ياك اخويا يوسف. كلشي هادو كيتباع. اختاريت انت لو كود نورمالمون ياك، كاين ويب تومبليت ويب تيم تومبليت كود. هي انا اختاريت دابا انا في الكود. وي غتطلع لك واحد لافار ديال غوتشيرش دير فيها فود ديليفري فلاتر كود ديليفري. اييه كود ديليفري فلاتر تبع فلاتر باش زعما لي كود سورس اللي مخدومين بفريم ورك ديال فلاتر.
أعطاك ثم دي زابليكاسيون. يلا خبلاش. سير. أفكت دي زابليكاسيون لا تقدر تختار اي واحد تما عجبك اللي كيما كان الاول ولا الثاني ولا الرابع الخامس اللي بان لك اختاره سينو نقدر نبارطاجي ليكم نتصور مع هذا، تشوف كاتب سير لكم بارطاجي، سير. هو هذا، هو هذا، هو نيت لي حدايا، نيت انا كتبت هنا فول بلو المهم جري اختاريت هذيك الاولى. اييه ياك اييه باغ اكزومبل كاينه الاولى نديروا حساب لهذه الاولى بعدا اها تخلي هذه اللي دخلت ليها انا باش تشوف زعما لي كالكول ديرهم انت السي خالد باش تعرف واش ديك اللي فيها 14 دولار ياك، دايره 14 دولار؟ لا لا هذه دايره 49 دولار سميتها فود ديليفري 47. فلاتر بي اش بي نرابي الادمين فود ديليفري فلاتر. هي بي اش بي لارافيل ادمي ياك، 49 دولار. اييه ها هي. تخليها تشوف حدا راه كاين تما باي سمارت فيجن هي اللي مقاده يعني الديفلوبر اللي مقاد الابليكاسيون هي سميتو سمارت فيجن وكاينه تما واحد 2357 سيلز سمارت فيجن قايل كاينه واحد 2357 سيلز يعني شوف تبارك الله هذا شحال من سيلز دار في هذه الابليكاسيون الا جينا نديرو لي كالكول ديالنا لي كالكولاتريس هي كالكولاتريس نديرو غنديرو واحد 49 في 2000 اوردر ياك. 2375 نضربها في 49 دولار 2000 وشحال؟ و357 300 وسبعة وخمسين، يعني تبارك الله، واحد 115 مليون، 115,493 دولار. وي هذا تبارك يعني الله. غير من ابلكاسيون واحد ها ابلكاسيون واحد تقدر تكليك هذا غير من ابلكاسيون واحد ابليكاسيون وحدة هذه، تبارك الله. ابلكاسيون واحده يعني بحال هذه الابلكاسيون تقدر تاخذ لك في الديفلوبمون واحد 2 mois تقريبا ديال الديفلوبمون ولا 2 mois اي دمي وتخليها يعني كتخليها في كود كانيون كيكون واحد الباسيف انكم كتنساها مره كتخلي على حساب لي فيدباك ديال لي زوتيليزاتور ديالك كدير دي ميزاجور مره وميم طو خدام على دي ابليكاسيون اخرين هذا يعني كما قلت لك راه ابليكاسيون اخرى تقدر تدخل عند الديفلوبر تلقى عنده تقريبا قلنا احنا في ابليكاسيون في 2316 فالتوتال عند الديفلوبر عنده 12254 سيلز تقريبا يعني غير في 2000 سيلز شوف تبارك شحال الله. ومازال ندير داك الشيء كثير. يعني داك كما الشيء قلت لك كثير تبارك الله. عاد هنا راه كاتب لاستالاسيون ديال السيرفيس، راه كاين البازيك ب 99 دولار، كاين الادفانس 199، وكاين البرو 299. اكستند على حسب كاستمر سيرفيس داتا واش هي انستالي عليكم ولا لا دابا بالنسبه هو دابا ديفلوبا هاد لابليكاسيون، هاد لابليكاسيون يعني ديفلوبمون وحده، يعني مره وحده خدمها شدات ليه 2 mois، يقدر يبيعها لهاد بزاف ديال الناس، يعني قد بزاف الناس يقدروا يستعملوها بكود تقدر سورس واحد ولا كيك الناس سورس. كود سورس واحد يعني كتعطيهم انت داك الكود سورس صافي هما اللي كيتكلفوا به بغاو كما قلت لي من هنا تقدر تدبر على كليون على الكيستيون الاولى اللي كان سولوا على داك الدري واش كيفاش نقدر ندبر على كليون هذه القضيه يعني تقدر انت تبيع لابليكاسيون ديالك وميم طون تدبر على كليون اخرين يعني حيت كاين في المثال ديك لابليكاسيون ديالك ما فيهاش كاع لي فونكسيوناليتي اللي غيبغي داك اللي غيشري الكود سورس يعني غي هايرك انت باش تزيد لي فونكسيوناليتي اخرين الا كاع قلنا
غير هذا الشيء تبارك الله، راك شتي الارقام، راه كافي يعني بلا ما تحتاج كاع تخدم مازال مع شي واحد اخر. تبارك الله تبارك الله. يعني شو وكاين طرز وين؟ يعني إذا دخلنا شي ابليكاسيو وحده اخرى، نشوفوا مثلا نشوف هاد الابليكاسيو هادي وين تقريبا؟ ديالها 10 دولار، المهم هادي ما فيهاش بزاف ديال لي زورد، نشوفوا غير. تبارك الله تبارك الله اخي تبارك الله. بحال هذا داير لها 89 وين؟ وبايع واحد عاوتاني داير لها 89 دولار مضروبه في 829، 73 ألف دولار تبارك الله، 73 مليون. عاد لي كومونتير اكثر من 1300 كومونتير، لي ريفيوز، المهم داكشي صراحه رائع. تقدر الى راه الى دخلتي لاسميت ديال لابليكاسيون تقدر تعرف امتى بالضبط لا بيبلي هذيك لابليكاسيون ديك الكونسورسيوم تاع بيبلي. هاي طلعت لي نيت هنا، كيفاش دايره هذه؟ وين مي كتطلع لي هنا غيش مثلا هذه، وين تدخل كتشوفها كتجي هنا كتبدا تشوف وين كيفاش دايره. صراحة دومين زوين صراحة اللي بغيت يتعلم ليه، اللي بغيت يتعلم ليه. المهم زعما اخويا يوسف شكرا بزاف على هذه المعلومات. المهم غير ختاما، انا تفرج في هذا اللايف بغيت نبدا، انا بغيت نبدا مثلا، ما بغيتش نبقى تائه مثلا بالمعلومات اللي كاينين في يوتيوب. واش كاين شي كورس، واش كاينه شي حاجه اللي ندخل نتعلم لها نيشان واحد الدومين وتسهل عليا مثلا الوقت باش ويكون واحد لونكادغومو، يعني انا غنتعلم مثلا ويكون واحد لونكادغومو وواحد التوجيه باش انني نتعلم ونطرح اسئله وتجاوب عليه، تنشد مثلا هاد الدومين مزيان ونولي ندير انا ارقام مثلا كيف ما كنشوفو كيف ما بارطاجيتي معنا اخويا يوسف. وي بالنسبه لهذه القضيه، اول حاجه يعني راه كما معروف في اي ديفلوبر تقدر اول حاجه تتعلم زعما غير من اليوتيوب، ولكن كما قال السي خالد نزار ما يمكن زعما يعني غيكون تربون بزاف، يعني تقدر تخلي اليوتيوب تقلب على كما راه ديجا عطيت زعما واحد الرود ماب ديال كل الفرونت اند ديفلوبر كيفاش تعلم شنو لي لونغاج اللي خاصك تتعلم باش تكون فرونت اند ديفلوبر، شنو لي لونغاج اللي خاصك تتعلم باش تكون باك اند ديفلوبر. لا ميم شوز بالنسبه للموبيل ديفلوبر. كاين دي بلاتفورم اللي فيهم ديكور بحال يوديمي، بحال لينكدين ليرنين، بحال المهم كاين بزاف ديال لي بلاتفورم صراحه اللي فيهم ديكور اللي تقدر على حسب الدومين اللي بغيتي تاخذ ديكور. ابار سا ان شاء الله راه نسنيت واحد يعني واحد البروغرام ديال مع الدراري سميتو، بالنسبه لاي واحد بغى يتعلم الويب ديفلوبمنت اند موبيل ديفلوبمنت، يعني كيكون واحد لي كور اللي كيكونوا يعني لي لايف سيشن ديال في الزوم ولا جوجل ميت، يعني كيكون واحد لونكادرومون اللي فيه كل شيء، يعني تعلم على حسب الدومين اللي بغيتي انت، يعني كاين ديال الفرونت اند ديفلوبر، باك اند ديفلوبر، الموبيل ديفلوبر، كتختار اين واحد اين بروغرام اللي بغيتي تدخل فيه انت. كيكون لونكادرمون، كيكون واحد الميثود ديال التعلم اللي غتكون زعما، يعني ما يمكنش تكمل ذاك البروغرام وما تعلمش شي حاجه، كيكون البروغرام اللي معروف دابا في اي زعما دي سوسيتي الكبار اللي كيديروا هو اللي هو انه ليرنين باي دوين، يعني كتعلم كدير باش تعلم، فهمت؟ يعني ماشي غير كتعلم، يعني كتقرا شي كور هكا كتقرا، بالعكس انت اللي كتديفلوبي وعاد باش كتعلم، يعني فهمتي السي خالد كيفاش القضيه، يعني كيكونوا دي زيكزيرسيس اللي كتعلم منهم وكتديفلوبي وكتعلم. وبالنسبه لهذا البروغرام، يعني في الاخر ديال البروغرام اللي غتلقى راسك بانك خدمتي واحد البروجي اللي غيكون
اللي غيكون زعما تكون اكيد اللي انا كنت تكون براود باللي انك انت اللي خدمتي هذا البروجي في واحد المده اللي بان كاين دي بروغرام ديال ستا ديال لي ويك، كاين بروغرام ديال شهرين تقريبا ديال 8 ديال الويكس، يعني هذا الشيء كافي بلي انك تكون ديفلوبر ولا فرونت اند ديفلوبر ولا على حسب اللي بغيتي موبايل ديفلوبر ابارتير ديال هاد لي بروجي اللي غتخدم. او ميم طون راه كاين براين، يعني كنعطيو دي زيد اخرين ديال دي بروجي اللي تقدر تخدم معانا، اللي تقدر اون فوا تكمل ذاك البروجي تحطهم في لو سي في ديالك بلي انه راه خدمتي هاد لي بروجي، وغتكون زعما يعني غتسهل عليك القضيه بلي انك تخدمها، ولا يعني ماشي بحال الا كيفاش انا نعطي واحد ليكزومبل يعني بالقرايه العاديه اللي كتمشي لشي سونترو ولا كتمشي بغيتي تكون انجينيور كتقرا في انصا ولا كتقرا في اي بلاصه، تما نورمالمون انت كتخرج كتقرا 5 سنين كتخرج وي كتدي معاك الدبلوم ديالك، كتدي معاك واحد السكيلز اللي تعلمتيهم تما، ولكن في ذاك 5 سنين كامله كيكون بروجي واحد ولا جوج ديال لي بروجي في الكاتريام او السانكيام اني اللي كتخدمو. هكا يعني ما كيساعدكش باش انك تدخل لسوق الشغل دغيا، يعني خصك او موا تخدم واحد 5 ديال لي بروجي 6 ديال لي بروجي باش تكون زعما واجد باش تدخل لسوق الشغل. فهاد البروغرام ديالنا يعني يعني اي 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 هذا اي اي لونغ بروغراماسيون قريتيها كتخدم في نفس الوقت كتخدم واحد البروجي اللي يكون زعما اللي يكون فيه كاع لي زاسبي اللي قريتي في ذاك لونغاج بروغراماسيون اللي تقدر تطبقهم وتطلع منهم واحد البروجي اللي تقدر تحطهم عندك في الجيت تحطهم معاك عندك في السي في ديالك. واضحة. وأي واحد مثلا بغى هذا البروغرام هذا يوسف، كيفاش ممكن مثلا زعما كيفاش ممكن توصل به؟ حيت كاينين أنا كنعرف مثلا كاينين الناس غيبغيو يتعلموا لهذا الدومين هذا، وكيف ما قلت لك يعني غيبغيو مثلا طريق طويلة وطريق مختصرة باش يتعلم لهذا الدومين هذا. بالنسبه للبروغرام تقدر كونتاكتيني ديريكتومون سيغ في لاباج ديال انستغرام، سينو راه كاين لاباج ديال اللي فاش كنديروا هذا البروغرام اللي هي codingcamp.guru. دوك هانت شوف اللايف ان شاء الله راه غيتسيف هاد الدراري، ولا حطينا في يوتيوب راه نخليو لي زانفورماسيون ديال السي يوسف يعني الانستغرام ديالو بيرسونيل وديال البروفيسيونيل ديال الخدمه. اي واحد انتريسي باي باش يفهم اي كيسيون ولا يسول على اي حاجه راه غنخليو لي زانفورماسيون كامله، وكنظن هو الا كان غادي يطلق البروغرام من هنايا لقدام راه غادي تسولوني حتى على البروغرام اللي باغي يتعلم ليه ويمشي مزيان في هذا الدومين هذا. وبيان سير سيوس راه يكون مع واحد لوكاد غومون، زعما يكون واحد لوكاد غومون باش انك تعرف الطريق اللي غادي تسلك باش انك تحترف هذا الميدان اللي حنا اليوم كنهضروا عليه. واليوم درنا هذا اللايف باش نتايا تكتسب معلومات اللي غادي يفيدوك حاليا ومستقبلا في سوق الشغل اون جينيرال، وتبقى دير واحد الارقام اللي هو كبيره، او الا كنتي كدير شي دومين اخر راه هذا الشيء اللي اليوم هضرنا عليه راه غادي ينفعك وغادي ينفعك 100%. مرحبا، انت معايا السيوس؟ وي مرحبا. واش نقول لك سي يوسف، شكرا بزاف صراحه، انا استفدت بزاف من هذا اللايف هذا ونيفو لهذا الدومين، لان هذا الدومين بصح راه شوف راه اي شركه غادي يمشي الانسان يخدم ليها، تنقولوا تنهضروا على الديجيتال ماركتينغ، تنهضروا على الانترنت، راه ضروري كيقول لك خصك ضروري يكون عندك البيزك ديال الاتش تي ام ال وديال السي اس اس، يعني البيزك ديال باش فهم يعني مثلا انت كديفلوبي واحد لاندين بيج مثلا في واحد بلاتفورم اي كوميرس، راه ضروري يوقع لك فيه واحد المشكل، خصك تعرف شنو المشكل اللي وقع لك، ضروري يكون واحد الكود سورس عندهم مشكل. الا بغيتي مثلا نير ليماج ديال مثلا نقولوا ليماج ديال البروداكت بيج، بغيتي كتبان لك مثلا ها هي راه مربعه، ولكن انت بغيتي تبدل ليها مثلا تولي دايره هكا، راه تلعب لها في الكود سورس ديالها غادي تقاده. دونك الكود سورس سي اس اس اتش تي ام ال البيزك ضروري خصو يكون عندك هذا الشيء. ايوا سي يوسف، فرصه سعيده وشكرا كانيه باش على الدراري كانوا كيشاهدوا
زعما هاد اللايف اللي دخلوا اللي خرجوا اللي باقين تبارك الله زعما مازال معنا حتى الاخر ديال هاد اللايف كنشكرهم نيابه عنك على هاد المعلومات هادو. واكيد راه غادي نخليو لي زانفورماسيون ديالك للجميع الدراري لاي واحد باغي مازال يفهم اكثر على هاد الدومين ويسولك على لو بروغرام. وبيان سي غادي نكونوا ان شاء الله على تواصل. بالنسبه للدراري اللي ما حضروش راه اللايف غادي يتصيب وغادي نحطوا لكم ان شاء الله بيان ديطاي في فلاشين ديالنا يوتيوب. اكيد لان هذه راه معلومات اللي حنا كنتجازاو ليها عند الله سبحانه وتعالى باش ان اي واحد يلقى هاد المعلومات هادو. تانتا شكرا لك السي خالد على واخي تا مهندس السيوس وفرصه سعيده هادي. شكرا لك انت بعدا لي لايف ديال. انا براسي راه كندخل ديما كنشوف لي لايف ديال كنشوف المسائل كيفاش حيت نورمالمون راه كاملين يعني ما كاينش شي ديفلوبر ولا شي اي واحد اللي ما يحتاج داكشي اللي كدير انت في فلاشين ديالك وبالنسبه للي لايف اللي كدير يعني ما كاينش اللي ما كيحتاجهم فهمتي يعني احنا براسنا وي. وكنشكر بزاف الله يحفظك ومرحبا في العايد الدراري لاي واحد كنديروا حنا شوف حنا كنديروا واحد المجهود باش الدراري اللي كيشوفوا هذا الشيء هذا يعرفوا فهمتي يعرفوا نوصلوا لهم الافكار ديال المشاريع ديال بزاف ديال الحوايج اي واحد باغي يبدا باش ملي غادي يشوف غيبقى ديك لابوش طق غيمشي غيبدا ملي غادي يبدا راه بيان سي غتدي معاه الاجر. هادشي اللي كان عند السخريت الله يجازيك بخير والله يسر الامور لاي واحد. شكرا لك حتى انت شكرا لك اخويا يوسف تحياتي فرصه سعيده شباب الى اللقاء تحياتي لكم مع السلامه.